السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. النهارده هنحكي لاولادنا عن اسم من اسماء الله الحسنى، هو اسم الله القهار. اسم الله القهار، القهار هو الذي يقهر كل شيء فيغلبه ويصرفه لما يشاء وكيف يشاء، فيحيي خلقه اذا شاء ويميتهم اذا شاء، لا يغلبه شيء ولا يقهره شيء، وهو الغالب على جميع الخلائق الذي يعلو في قهره وقوته، فلا غالب له ولا منازع له. سبحان الله. تمام. قال تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. سورة غافر الآية 16. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. سورة غافر الآية 16. الحديث عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تدور، تدور يعني تقلب وتلوى من الليل، قال: لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. رواه النسائي في السنن الكبرى. تمام. طيب دلوقتي هنقول قصة توضح أكتر اسم الله القهار. قصة اسمها إرادة الله. إرادة الله. كان هناك شخص يكره الخليفة المأمون كرها شديدا. كان في شخص بيكره الخليفة المأمون كرها شديدا. تمام. وهو سجين لديه، وفي أحد الأيام في مجلس الخليفة قال إحداهما: إن فلانا مزبونا لديك. فتذكر المأمون غضب منه، فكتب إلى رئيس الشرطة: إن فلانا يصلب. فذهب رئيس الشرطة وأطلق سراحه، فغضب المأمون غضبا شديدا، واستدعى رئيس الشرطة وسأله عما فعله مع السجين وقد كتب له أنه يصلب. أنا كتب لك ورقة وقلت لك أنه يصلب، أنت زي مشيته؟ تمام. فرد رئيس الشرطة قائلا: لا يا أمير المؤمنين، لا يا أمير المؤمنين، لقد كتبت أن يطلق سراحه. ثم أعطاه كتابه، اداله الورقة اللي هو كتبها، فوجد مكتوبا عليها يطلق. فابتسم الخليفة المأمون وقال: سبحان الله، نعم يطلق، فمن أراد الله له أن يطلقه لا يستطيع المأمون أن يصلبه. تمام. فسبحان القهار الذي قهر إرادة البشر لإرادته، فأنت تريد شيئا والله يدبر ما يريد. تمام. هو كتب له، هو المأمون كان واحد مسجون عنده، وهو كان يعني بيكرهه كرها شديدا. تمام. فكتب لرئيس الشرطة بتاعه ان هو يصلب، فتفاجئ ان رئيس الشرطة بتاعه اطلق سراحه مشاه. فراح جاب رئيس الشرطة وقال له: انت مشيته ازاي؟ قال له: لان انت بعت لي مكتوب، او يعني ورقة مكتوبة ان انت اطلق سراحه. فراح استغرب، فوراله الورقة، قال له: يطلق. فراح المأمون قال: سبحان الله، من اراد الله ان له ان يطلق اطلق. تمام. لا يستطيع المأمون ان يصلبه، فسبحان القهار الذي قهر ارادة البشر. تمام. لإرادته، فأنت تريد شيئا والله يدبر ما يريد. سبحان الله القهار. تمام. ده اسم الله القهار. نتقابل إن شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.